طبعا احنا الجوله الخامسه من بطوله كومهو في سباقات السرعه. الاردنيه رياضه السيارات ارتأت انه احنا نزيد من نشر هاي الرياضه، فقررنا انه نعمل نقيم هذا السباق في حلبة ارينا موتو سبورت، حلبة جديده. طبعا مشكورين كثير على تعاونهم معنا. صباح الخير جميعا، احنا اليوم معكم من حلبة مادبا ارينا، حلبة جديدة اليوم تم افتتاحها. حلبة والله ممتازة، هي معمولة اكثر شيء للدريفتينج، بس هي ممتازة للسباقات السرعة، واليوم ببين لسه اول جولة تحت التجربة، ما حدا يعرف شيء لسه. حدث منظم، شباب في دعم كويس للمراعي وكل نازل نشيط وكل براهن على البطولة. عندي مشاركات بحدود 43 سيارة كلهم بتنافسوا على البطولة. طبعا هاي احتمال كبير انها توضح هوية بطل الأردن. باسم فلسطين نشكر الأمير فيصل والأردنية لرياضة السيارات على دعوتنا. شاركنا بست متسابقين من ضمنهم امرأة، وان شاء الله تكون في نتائج كويسة. دلل خلصت الجولة الأولى، كانت كثير الحمد لله تمام بدون أي بلنتيات أو أي أخطاء. ما شاء الله المسار طويل رائع جدا، بس سيارتي أنا لأن المرة هاي أوتوماتيك، بس الأيام القادمة إن شاء الله تكون أحلى من هيك. حلقة من فلسطين مدينة جنين. أنا سويت جولتي الأولى الحمد لله كانت منيحة، جبت توقيت دقيقتين وثلاثة وعشرين، بس الجولة الثانية إن شاء الله رح تكون أحسن من الجولة الأولى. نضال أبو حمد من فلسطين من نابلس، وشاركنا إن شاء الله في سباق الأردن وكانت سباق حلو. إن شاء الله يعني لقدام راح نطلع ونعمل إشي جديد. الجولة الأولى هلا أول مرة بننزل على التراك، طبعا الطريق زحليق، تراب كثير على التراك يعني، بس هي على الكل يعني، تراب علي وتراب على الكل.
طبعا اول مره شباب لسه عم بتجرب الحلبه هاي، الاوقات لسه مش هي، متوقع ان شاء الله على الجوله الثانيه يحسنوا كثير اوقاتهم الشباب، وبتمنى السلامه لكل المتسابقين، الله يوفق الجميع. والله الجوله الاولى كانت صعبه شوي لان الطريق علينا جديده، وانا جبت مسار خاطئ مش طبيعي، بس لانه هربت معي السياره طلعت ما كملت الصح، وان شاء الله الجوله الثانيه بعوضها باذن الله. كثير حلو الاجواء السباق، كثير حلو الجو بشكل عام، استمتعنا والولاد كثير استمتعوا، شكرا كثير لكم. فاجأت انه عندنا بالاردن هالشيء الرائع والمرتب، وحتى في ضيوف من خارج البلد عم بيجوا بيشاركوا، دليل على تنظيم واعطاء اهميه لهذه الرياضه. حلبة اثبتت امانها، الاستضافه كانت رائعه جدا، وهذا السبب اللي شجعني بالأكثر أني أكون موجود مع المتسابقين. أنا الحمد لله لغاية الآن مركز ثالث، أنا مش بساعدني موضوع الكوشوف. الجولة الثانية جيت أنزل السيارة صار فيها عطل ميكانيكي، ومع عدم نزولي بعدني الحمد لله متصدر المركز الأول. زي ما أنتم شايفين أجواء جدا لطيفة، منافسة شديدة بين المتسابقين، الجولة الأولى والثانية هلأ خلصوا، في الجولة الثالثة عم نستنى هلأ يبدأ. يعني اكثر من هيك مستحيل الواحد يكون بده، يعني قدرت اليوم انافس وقدرت اجيب ارقام وقدرت اخذ ثالث وانافس اقوى المتسابقين في المملكه. النتائج هلأ كمان بنشوف التتويج، ما كانت متوقعة هيك، بس هذا هو السباق، ناس تربح ناس بتخسر، ناس حظها بيكون أحسن من الناس الثانية، هيك السباق الحمد لله الأمور مشيت تمام، ما كان في عنا أي حوادث تذكر.